فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلاد الغرب هناك برامج تلفازية يدعون بعض من أسلم حديثا ليذكر ما فعله من المعاصي قبل الإسلام والفواحش ثم تركها بعد إسلامه، بدعوى أنه قد يؤدي هذا إلى ترك الناس لهذه المعاصي. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا يذكر ما حصل منه بعد توبته، ستر الله عليه، فلا يفضح نفسه، فلا يفضح نفسه وقد ستر الله عليه، ويحمد الله على التوبة والبعد عن هذا الأمر. نعم.